هلا وليد، يا مرحبا، حياتي استريحي. قعدي قعدي، خلينا نشوف شنو الموضوع. دكتور، انا مثل ما قلت لك البارحة، انا ما اقدر استمر بهذا المشروع. الموضوع كلش يعني مقلقني وخطر دكتور، يعني انا ما اقدر ما اقدر. لا تقلقين، لان هذا القلق هو طاقة سلبية يخرب فكرك، يخرب واسج. لذلك انت لازم تكوني مسترخية، مع طول احنا خططنا صح ودرسنا المشروع صح، وانت انسانة مؤمنة تتكلين على الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله كل اللي فكرتي به راح يحقق. دكتور، الثلوج الثلوج تركيا اذا دخلت العراق راح تدمر، مو بس تدمر مشروعي اني، راح تدمرنا العراق كله. ممكن انه الثلوج تدخل ببغداد، ممكن اصلا حتى توصل للبصره، لان احنا ما عندنا اصلا سدود بالعراق ممكن انه تساعدنا بهذه المشكله. زين، اني هنا مشكلتي جدا بسيطه مقارنه بالبلد. ممكن فكرت انه اني اسافر احسن مما انه انا اكمل بالمشروع وابدي بمنطقه اكثر امان بالنسبه لي، على مود اكمل مشروع هناك ابدي من الصفر. ما يخالف ابوي، ما يخالف. بالنتيجه الانسان لازم يحسب الاشياء الايجابيه ويبتعد عن الاشياء السلبيه، حتى لو كانت الايجابيه اقل، لكن هي الانسان من يخليها امام حساباته وامام دراسته راح يكسبها طاقه ايجابيه له، وبالتالي ما راح تنعكس عليه سلبا في اي مشروع، ان كان سفر، مشروع تجاري، ان كان دراسه، ان كان حتى لو زواج. بالتالي الله سبحانه وتعالى راح يبارك بالاعمال الحسنه، الاعمال اللي هي بها مصلحه للانسان. الله سبحانه وتعالى ربما يبعد شيء احنا نريده وهو مو بصالحنا، والعكس صحيح. لذلك اتمالكي اعصابك، استرخي، اهدئي، انت انسانه ناضجه، رائعه، محترمه، مهذبه، بالتالي كل اللي فكرتي به وتتمنيه سوف يتحقق باذن الله. زين دكتور، هذه هسه الحرب الروسيه الاوكرانيه ممكن انه تكون بالعراق، ممكن انه بوتين يجي هنا ايضا ويجيب الدبابات مالته ويجيب الطيارات ومن عند من هنا ينطلق ويضرب العالم، بس مو بس يريد بس اوكرانيا. زين اني هنا مشروعي شلون دكتور؟ مشروعي ما اقدر اسوي. ففكرت انه اني اسافر افتح هناك مشروع اكثر، او ابدي من الصفر هناك، يكون يعني اقرب اكثر دكتور، اكثر امان لي. يعني ما ادري ايش راح يصير باكر عقبه، انه اذا هذه نووي دكتور، نووي ترى تعرف شنو انت، اي مشروع راح تفكرين به راح تجدي له ثغرات ونقاط سلبيه راح تخليه يقل من هذا الحماس اللي بداخلك، وبالتالي ما راح تنجحين في اي مشروع. وهذا الشيء عكس اللي احنا سولفنا به طوال الجلسات السابقه، وانت انسانه متحضره ومثقفه، تعرفين شلون تخطين الخطوات بشكل سديد، بشكل مدروس ومحسوب مسبقا، حتى الاشياء اللي يفكر بها الانسان بشكل عام كلها تكون مدروسه ومباركه. اسمي حسنين وزميلتي روان، اختارينا عقدة المستقبل حتى ننفذها كفيلم قصير تطبيق لمادة علم النفس اللي درسناها دكتور عبد الباسط. الخوف من الغد والقلق على المستقبل مهما كانت الظروف الحياتية، أي أنه الإنسان يخاف من كل شيء. نعم، الخوف سمة يمتلكها كل البشر، لكن إذا تجاوزت حدودها سوف تتحول إلى وباء ممكن يفتك بحياة الإنسان. يقولون أهلنا كل شيء زود عن حده يصير ضده. نعم نخاف، هذا شيء طبيعي، لكن ما نجي نكبر الموضوع حتى يشل حياتنا وتفكيرنا. روان كانت ماخذة دور الامرأة القلقة الخايفة من المستقبل، وتتخيل أشياء ربما ليست منطقية، سيول وفيضانات وحروب ونووي وإلى آخره. نعم، هو كل شيء جائز بالحياة، لكن مو مال نخليه هو يوتر حياتنا ويقلقنا. نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونتصرف تصرفات صحيحة حقيقية مبنية على حسن النوايا، وبإذن الله تكون النتائج إيجابية. بلا حوار حين من جديد، أول حوار ثلاثة اثنين واحد، تصوير أكشن. أنت من تأخذ زوايا متعددة، كل مو بس وجانب سيكولوجي إني حالة نفسية، فلما تأخذ قريب الوجه تتفيد الحالة. يعني أهم مسألة بالسايكو دراما، عينه حرف عينه مثلا يرمش، او مثلا ها مال اجي اصابع عين اسنانه القلق، هذا شو بيجي بالعقل اليوم؟ لازم شنو هاي؟ اكستريم بيجي كلاس حق شوت، بس العين الرمش مالته هاي اكو اعصاب بدها تتحرك، توموغرافيا مال وجهي كلها هاي العين لازم، لان اذا تشتغل علي على الجانب النفسي اطلاقا ما راح يبين مصير اي قيمه. هذا انا هسه شنو قيمه التصوير مالتي اذا كلها لوك شوت؟ مسرحيه على بالك. السايكو دراما بالمسرح ما تفيدنا، ليش؟ لان ما راح يدين الانر مالنا،
ما الكاركتر تتصوره. اهم مساله عندك شنو كاركترات شخصيه. ذاك يوم صراحه اخوان شفتوا المحاضره مالته؟ قال محاضره عظيمه. ايش قال؟ قال انا عندي الحوار الحدث كل هذا سهل ما اكو شيء. بناء الشخصيه صح. بناء الشخصيه شو تبني انت شخصيه؟ وبالفعل انا من خلال تجربتي الكلام اللي قاله صحيح. كل الامور ميسوره، الحدث هو ياخذ هذا الواحد استجابه وفعل ورد فعل، لكن شنو عندنا؟ بناء شخصية. بناء شخصية، انا شلون ابني زيد؟ زيد هاي الشخصية مالته فشيء متميز، انا اخذ من عنده كاركتر، ربما مو زيد، زيد واطور عليه من غير شخصية. يعني اخذ اجزاء من نايف، اخذ اجزاء من سلام، اخذ من محمد، من وليد، واسوي به، واسوي به بطل فيلم واحد اخر جديد. هذا هو احنا الاساس بايمان بالجانب، هسه هي شو بدها؟ عقدة الخوف من المستقبل. هذه عقدة كافية. تمام؟ من خلال الحركة، من خلال بناء اني بنيت الشخصية من جانب السيكولوجي، المدير ماذا يشعر في داخله؟ يشعر انه زعيم كانه او قائد. فبنيت هذا البناء واستلم، وحتى الحوارات اللي سقتها مع الموظف كان ممتاز ومحمد ناصر يعني فتشيلي والاخرين كانوا من صار هذا التناسق ما بين صارت كيمياء. فانا بالك بيمن الى درجه جاء مدير الانتاج قال دكتور احنا يعني حقيقه بوجوده العمل تحول الى شيء اخر، احنا نريد هذا. يا ريت الاداء الاخر بالثاني يعني نفس هذا مو واحد اكثر منه. انا طبعا هم ما قصرت لان حسيت انه اذا ادي في جانب تربوي عمل انسان يعني الاطفال، فلذلك الجانب النفسي كان حاضر وياي. السعامه انه تسلط مو كرونوس احنا عندنا هذا مو عقده شلون؟ باعتباره هو مدير بحيث من ضمن الحوارات والمشاهد انه هو تليفون انسد بوجهي قربت الدنيا لا بعدين طلع هو الشحن مالته خلصان والمقاصد يعني بس انا حولتها وكذا صارت كوميديا بس ببناء شخصيه. بناء شخصيه هل اعيد انا وصلنا مرحله زين هذا اللي انا اريده من عندكم يعني اريد انه انت تبني نفسك بناء متكامل بمن بالشخصيه اللي راح تجسدها هسه حسنين من سوى شخصيه غير ما كنا نتوقع. الان ناخذ الانسياتات مالتها من البدايه ايضا عيدها حتى تكون يلا باسمي وباسم وحدة ابن سينا للتعليم المستمر اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح وان شاء الله اشوفكم تدريسيين في هذا القسم العريق وراح تسجل اعتقد في تاريخ حياتكم المهنيه والوظيفيه القادمه انه يوما ما احد الاساتذه اللي درسوكم هو الاستاذ الكبير الدكتور عبد الباسط سلمان هذا العالم الكبير والفنان وهو فنان شامل واستاذ شامل في تقديراتنا داخل هذه الكليه انه يمتلك عين الصقر ويمتلك دماغ الحاسبه الهارت هذا الكبير ويمتلك ايضا هارت كبير قلب كبير قلب الاستاذ وقلب الفنان والاخ الكبير ايضا اتمنى لكم كل الموافقيه ان شاء الله واشوفكم على خير شكرا جزيلا. تعرف يعني اذا مثلا اكو جوانب سايكو احنا تعرف ما نريد احنا نتعمق في الجوانب هذا السيرجري والامور المتعلقه بالجراحه اللي اكو جوانب احنا تعرف مختصين في الجانب السينما شلون نبني شخصيات فما اعرف اذا عندك وجهه نظر انت شفت الان يعني نموذج من النماذج اللي شلون ناخذ سايكو دراما من هذا الباب احنا يا ريت اذا حتى يستفادون الطلبه يعني هو هذا الموضوع موضوع السايكو حقيقة موضوع شائك جدا ولا زال مصدر بحث للكثير من الأطباء من ناحية السيرجيكال ومن الناحية النفسية السريرية لا زال موضوع بحث والإنسان هو عملية معقدة بأي حال من الأحوال وكل واحد من عندنا يمتلك شخصية مخالفة ومغايرة عن الشخصية الأخرى حتى وإن كان أخوه وحتى وإن كان شقيقه التوأم المتماثل أو المتشابه أحد علماء النفس يقول لي يكتشف الإنسان في نفسه أشياء جديدة قبل لحظات من موته تخيلوا أن الإنسان عمره 70 أو 80 سنة ويكتشف أشياء جديدة في حياته قبل لحظات من موته لقاربة على 80
بمعنى أن الشخصية هي متغيرة. طبعاً هذه التغيرات أو هذه المتغيرات اللي تحصل على 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 هذه الشخصية بفعل عوامل كثيرة، عوامل بيئية، تنشئة اجتماعية، عوامل المجتمع ومتغيرات المجتمع، انتقال الشخص من مجتمع إلى آخر. نلاحظ حتى التغيرات حتى بالسلوكيات الاعتيادية، نلاحظ أن أي واحد من عندنا داخل المجتمع الشرقي سلوكيات البيتية وبالشارع تختلف لو انتقل إلى مجتمع غير مختلف عنه. إذن يتأثر الإنسان ويؤثر. يعني إحنا باسمي وباسم القسم دكتور حكمة أيضاً قبل شوية حياة الدكتور على هذه الجهود. إحنا نشكر الدكتور محمد الأستاذ الجليل الفاضل أستاذ التربية وعلم النفس وأحد رموز مؤسسات تعليمية ولا سيما مركز ابن سينا ولا باع طويل. نشكر حضوره اليوم ويانا وعلى الإضافات وعلى ما قدمه، وانت يعني نتوسل انه ما تكون هاي آخر زيارة، ننتظر منه زيارات أخرى إن شاء الله. سعيد جدا بكم، أتمنى لكم التوفيق. شكرا. 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 شكرا.